فيصرخون: نريد ما بعد المحطة، فانطلق. أما أنا فأقول: أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر. لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق: انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي: ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي: ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة، فاستعدوا للنزول. فيصرخون: نريد ما بعد المحطة، فانطلق. أما أنا فأقول: أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر.